بعد زيادة المساحات المزروعة من المحصول الاستراتيجي بما يزيد عن 90% في الموسم الماضي، عصب الصناعة المصرية القطن طويل التيلة يعود من جديد وبقوة. فلماذا سعت مصر لإنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم؟ لطالما اشتهرت مصر بجودة صناعة الغزل والنسيج، بالإضافة لجودة القطن الذي تتسابق الدول للحصول عليه. شهدت كذلك مصر تذبذباً في استقرار إنتاج هذه الصناعة لفترة طويلة، ولكنها الآن تنشئ المصنع الأكبر للغزل والنسيج في الشرق الأوسط لعدة أسباب نذكر أهمها. مصنع غزل واحد، محراب الصناعة المصرية الجديد. يأتي المصنع ضمن خطة تطوير مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وهي إحدى نتائج استراتيجية أطلقتها وزارة قطاع الأعمال العام بتوجيهات من السيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتطوير شركتها، والتي تمثل نحو 40% من إجمالي خطة أكبر تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة. وتقوم خطة الدولة المصرية على دمج 23 شركة للغزل والنسيج في 8 شركات كبرى لتكون متخصصة بشكل أكبر دون منافسة بعضها البعض، بطاقة تقدر بنحو 30 طن غزل يومياً. إحياء القلعة الصناعية في المحلة الكبرى من أجل استعادة القطن المصري سابق عهده، والذي يمثل 30% من صادرات الإنتاج الصناعي المصري، ذلك للنهوض بصناعة الغزل والنسيج، والتي ستضع مصر في مصاف الدول المصنعة، خاصة أن بعض الدول الأوروبية وأمريكا تعتمد على الصين وشرق آسيا ومصر وبعض الدول الإفريقية في صناعة النسيج. توفير المصنع للآلاف من فرص العمل، خاصة أن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات كثيفة العمالة، حيث يعمل بها 25% من الأيدي العاملة، ويقع المصنع على مساحة 62 ألف متر مربع، ويضم أحدث المعدات والآلات في هذا المجال. تم تدشين قبلة الصناعة المصرية، وبقدرة استيعاب أكثر من 182 ألف مردن غزل بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طناً يومياً، وذلك من الغزول الرفيعة والسميكة، مما يعني استهلاك نحو 300 ألف قنطار قطن سنوياً. المصنع سيتعامل مع جميع أنواع الأقطان، خاصة القطن طويل التيلة وفائق الطول، بما يساهم في استغلال ما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في إنتاج القطن على مستوى العالم، في ظل ما يحظى به من جودة وسمعة متميزة في الأسواق الدولية. ولأول مرة تم تأسيس شركة نت، وهي إله النسيج في مصر القديمة، لتكون الشركة المسؤولة عن التسويق للمنتجات المصرية من الغزل والنسيج، وتم تسجيل العلامة التجارية في 14 دولة حول العالم. سيضم المصنع أحدث معدات وآلات في هذا المجال بالاستعانة بخبرة كبرى الشركات العالمية، يصبح المصنع على أعلى المواصفات الدولية. ففي النصف الثاني من العام الماضي انتهت أعمال تركيبات الهيكل الخرساني الرئيسي وتركيب ماكينات رايتر السويسرية الأحدث في العالم، وتقدر تكلفة الأعمال الإنشائية في مصنع غزل واحد تقريباً 780 مليون جنيه، فضلاً عن قيمة الماكينات